لما فتحت مصر اليوم وشفت التحقيق بتاع مطاريد السلطان العثماني اللي بيتابع او بيحاول يرصد تحركات وحياه الاخوان على الاراضي التركيه او الاخوان الهاربين في الاراضي التركيه خصوصا الشباب منهم، انبسطت جدا لانه كان نفسنا نشوف هذا التحقيق، كلنا طول الوقت عاوزين نعرف الاخوان في كواليسهم في تركيا عايشين ازاي. لكن سر سعادتي الاساسي انه اللي عمل هذا التحقيق كان علي سيد زميلنا علي سيد. ليه بقى؟ لانه انا ضمنت في هذا التحقيق قبل ما اقراه ان انا اشوف رؤيه الاديب والروائي قبل رؤيه الصحفي، ويهمني جدا رؤيه الاديب والروائي في مثل هذا التحقيق لانه هيرصد لي ما يغفل عنه الصحفي فيما يخص الحياه والوضع النفسي للناس هناك. من هنا بقى من الوضع النفسي هبدا حواري حوالين هذا التحقيق المتميز الذي اجراه الكاتب والروائي علي سيد زميلنا، علي سيد زميلنا في المصري اليوم. اولا مرحب بيك في الصحافه اليوم، وثانيا بنشكرك جدا على هذا التحقيق العظيم. انا اللي بشكرك على التقديمه الجميله ديت. ربنا يخليك، انت تشرف تنور. ربنا يخليك يا صاحبي، برنامجك. ربنا يخليك. ليه بقى او ازاي بدات التفكير في موضوع تركيا ده، خصوصا انه اي صحفي مصري تابع لمؤسسه زي المصري اليوم او اليوم السابع او الوطن او الاهرام، اي جورنال مصري بيراه الاخوان طول الوقت انقلابي وسيساوي وعدو الاسلام، فبالتالي في نوع هنا من المخاطرة على حياتك انت شخصيا انك تروح رحلة زي دي. مش مخاطرة، يمكن انا اقول لك بداية الفكرة جت منين. كنت في قاعد مع صديقي مدرس لغة عربية لغير الناطقين بها، مدرس للأجانب، فكان مسافر اسطنبول وكان هينزل على صديق مشترك لينا، صديق اخواني، فانا كنت مستغرب لان وضعه في مصر ما كانش يعني كان مستقر لحد ما والدنيا ماشية. فأنا طبعا كنت بودعه، بس في نفسي بقول في نفسي يعني ليه خليك في مصر، مش هتلاقي فرق كبير يعني، يا ترى ايه اللي في اسطنبول اللي انت رايح له في اسطنبول عشان تحلم بيها، وانك انت تروح، وخاصة وهو رايح مش رايح على شغل محدد، انت رايح شبه مغامرة لسه يعني. الصديق الاخواني قال له تعالى ووفر لك سكن وتشوف حالك وكده، فمش رايح على حاجة ثابتة يعني، او فمغامرة بالنسبة له. فمن هنا فكرت ليه الاخوان دايما او بيفكروا على اسطنبول، حتى غير الاخوان القريبين منهم يعني. صديق المدرس ده مش اخواني، بس هو يمكن قريب، متعاطف، محب، قريب وقريب من الدايره بتاعتهم، صديق للصديق المشترك دوت. فاستفزني في، يمكن انا قايل ده في مقدمه التحقيق أو في مقدمة الملف، إنه بيقول لي هستناك في اسطنبول بقى عاصمة العالم. فاستفزتني الكلمة الحقيقة. هو مسافر. أنا بودعه المفروض ليلة سفره يعني. فاستفزتني الكلمة، هي الكلمة يمكن مقولة بتتقال على لسان نابليون بونابرت، إن هو لو خير أو لو سألوه عن اختيار مدينة تكون عاصمة للعالم فيختار اسطنبول، على أساس إنها مدينة بتربط بين قارة آسيا وأوروبا بمضيق البوسفور. فقلت له يا فلان طيب انا هاجي لك عشان اشوف حالك هناك واشوف حال اخوانك. كان الموضوع فيه يعني مزحه يعني، او الاخوان اللي جواه صحي فسافر، هو قررت تلحقه. هو سافر، فانا بعديها يمكن الكلام ده كان في 22/9 في شهر 12 في نص 12 كنت بدردش مع الاستاذ محمد سيد صالح مدير التحرير، بقول له ايه رايك يا استاذ محمد سافر تركيا. هعمل شغل ثقافه هناك، هقابل او هزور متاحف ثقافيه زي مثلا منزل عز نسيين، منزل نظم حكمت. انا في الرحله كان هدفها ثقافي الاول، ثقافي وفي نفس الوقت نشوف في الاخوان. ان انا في النهايه انا زي ما حضرتك قدمتني في البدايه كاتب او روائي، ففي النهايه يهمني برضو ان انا اشوف بيت عز نسيين، اشوف منزل نظم حكمت، لو قدرت اقابل يشار كمال. المهم عشان ما اطولش، انا عارف ان الوقت محدود، من هنا جت الفكره وسافرت يعني. لما نزلت بقى اسطنبول وبدات تدور على الاخوان، هل كان الوصول لشباب الاخوان هناك سهل؟ استقبلوك ازاي لما عرفوا انك صحفي في مصر اليوم؟ ما كانش ينفع ان انا اقول صحف في مصر يعني، انت ما قلتش انك صحف في مصر. كلمه صحف في مصر اليوم دي تستفزهم جدا. صحيح يعني، ما انا بقول لك دي خطوره، انا كنت هتذبح. وانا برضو عشان اعمل اللي عليا مهنيا طلبت من صديق الاخوان، قلت له في برلمان موازي وبرلمان ثوره عندكم، صحيح اكيد انت الناس بتعرفهم ووصلني بيهم يعني،
وهتحلك مساحه في ال... في ال... خلينا بشكل عام كده بما اسالك اي اسئله، ما تحكي للناس الاخوان عايشين ازاي في تركيا؟ هل نقدر نقسمهم لقطاعات، ناس عايشين في نعيم وناس عايشين في في في, في القاع، بيعملوا ازاي من اول ما بيروحوا، مين بيستقبلهم، مين بيتكلم معاهم، مين بييسر لهم اجراءات السكن، مين بيشغلهم، الحكومه التركيه تدخلها بيبقى حجمه عامل ازاي؟ لا بالنسبه هناك يعني اللي انا شفته يعني او اللي انا لمسته من الرحله انهم بيجوا بعض يعني يا فلان تعالى، ويوفروا لبعض شغل يعني. حتى في السكن ممكن في بيت اسمه بيت الاستقبال، هم بيسموه كده في منطقه بيت الاستقبال في منطقه الفاتح يعني. اللي لسه نازل اسطنبول ممكن ينزل البيت ده يقعد يومين ثلاثه لغايه ما يوفروا له سكن. الناس بتبقى قد ايه في البيت ده مثلا؟ حسب يعني الـ الـ حسب ظروف الناس اللي نازله قد ايه. بس في النهايه بيوفروا له سكن، ان كان عازب فبيقعد مع شابين ثلاثه في شقه، ان كان مع اسرته. في ناس بتسافر باسره؟ كتير. طيب كتير. في البدايه بقى مين بيوفر لهم السكن ده؟ هو لسه ما اشتغلش او ما عندوش دخل او او ما معهوش فلوس؟ لا في الغالب بيروح على شغل، وهناك الشغل مثلا بيشتغلوا في الاعلام زي ما كلنا عارفين في قناه الشرق، ومكملين كتير على عدد كبيره في الشرق ومكملين، وفي مهندسين في شركات برمجه، في مترجمين في الترجمه بيشتغلوا. دي المجالات اللي بيشتغلوا فيها بيلاقوا فيها شغل. اليوم ازاي في حياتهم بقى بيمشي هناك؟ وشايفين الوضع ازاي في مصر؟ يعني انت بتكلمت معاهم بصفتك برضو مصري ورايح هناك وشايف في تركيا، كان بيكلموك ازاي؟ والعلاقه اللي ما بينهم ما بين الحكومه التركيه والسلطه التركيه؟ لا هم لما يمكن سافرت يوم 22 من 22 ل 29، فكنت كل ما اقابل حد منهم يسالني ايه اخبار المطريه؟ اخبار المطريه؟ اخبار المطريه. مش بيسالني عشان يعرف، بيسالني عشان فرحان يعني. ففرحان في اللي بيحصل او عنده امل انه يحصل حاجه يعني من وراء الاحداث يعني. فهم مشغولين بالوضع في مصر، بس مش مشغولين عشان يرجعوا يعني. ده في تصوري يعني، مش مشغولين عشان يرجعوا. يعني ايه مش مشغولين عشان يرجعوا؟ لا كل اللي لمسته منهم هناك ان هم مش ناويين يرجعوا، ان هم مبسوطين بالحياه اللي هم عايشينها، وبيتطلعوا لحاجات تانية منها مثلا الجنسيه. انا يعني لما رحت مركز تعليم اللغه التركيه كان كل الشباب اللي هناك جنسيه، عايز ياخد الجنسيه، حلمه ياخد الجنسيه التركيه، حلم بالنسبه للشباب اللي حلمه دلوقتي. حلمه ياخد الجنسيه التركيه. وشايفين بقى الوضع ازاي في مصر وهم قاعدين في بلاد المهجر؟ يعني مش فارقه معاهم كتير. مش فارقه يعني، الوضع مستمر كان يعني مش مستمر، ولعت البلد مش هتفرق يعني. فكرة القناعة اللي هم بيصدروها سواء في كل محطاتهم انه الاخوان راجعين وان مرسي راجع ان عاجلا ام اجلا وانه الانقلاب بيترنح والشعارات دي، هل لمستها موجودة حقيقة لا لا بقى لا على الارض؟ لا لا ده كلام متاجرة. متاجرة يعني انت تسأل حد فيهم. كلام الاستهلاك الاعلامي. بالظبط، الاستهلاك الاعلامي مش اكتر. يعني على لسان حد منهم قال لي يا ريت الانقلاب ده كان حصل من زمان. هو قاعد مبسوط، فالانقلاب هو اللي وداه تركيا. يا ريته كان حصل من زمان. يعني في ناس واخدها الموضوع مصلحه شخصيه، وخد مراته وعياله وراح اتجوز من هناك وعايش حياته هناك خالص. طيب من ملامح بقى الحاجات اللي انت شفتها، ايه المساعدات اللي بتقدمها السلطه التركيه او المصالح التركيه للاخوان الموجودين هناك؟ مش مساعدات يعني، ممكن نقول ايه؟ يعني مثلا بيسيبوا رجال اعمال يعملوا شركات. شركات في البرمجه، في اي مجال. يعني بيأسسوا شركات. يأسسوا ويسمحوا لهم بده. يسمحوا لهم مثلا باقامات، يدي لهم اقامات، حاجه اسمها اقامه انسانيه. انت كتبت في التحقيق ان الاقامه دي بيحصل فيها عمليه تزوير. ان الاخوان بيرشوا الناس في البنوك، ممكن تشرح لنا الحته دي بالظبط؟ يعني الاقامه الانسانيه مثلا، في قانون تركي في بنود ازاي تدي الاقامه الانسانيه، فمن ضمن البنود لازم يبقى في دخل او مش دخل، لازم يبقى ليك حساب في البنك مثلا 20000 دولار، وانا مش فاكر بالظبط 20000 او 50000 عشان الدقه، بس مش متذكر الحقيقه يعني، بس مبلغ ان كان 20000 حتى فهو مبلغ كبير مش صغير يعني. صحيح، ان كل واحد يحط لنفسه. يحط لنفسه 20000 دولار في البنك. هم بيتحايلوا على الجزئيه ديت بان هم يرشوا موظف في مصرف. مش شرط بقى بنك، ممكن مصرف. ويدوا الموظف 50 ليره. 50 ليره مبلغ مش كبير خالص يعني. الموظف بياخد ال 50 ليره ويديله شهاده بان هو عنده حساب في المصرف ب 20000 دولار. ويطلع بالرسوم يعني. واظن ان ده بيتم تحت علم السلطه التركيه يعني. انت ذكرت برضو في التحقيق انه في شخص معين من
الاخوان هو اللي بيتولى مساله التنسيق ما بين الشرطه او الاجهزه هناك وما بين الناس اللي بيتم استقبالهم جدد. يعني انا مش هل ده شخص واحد يعني انا مش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده كتير، لان يعني المعلومه خدتها من صديق، وزي ما انا ذكرت في التقرير اللي هو يخص الجزئيات ان هو شخص هارب من الاعدام في مصر تقريبا في القضيه بتاعه المنيا. هو اللي بيتولى العمليه دي. تنسيق دخول الشباب المصريين او الاخوان المصريين؟ لا مش دخول. تسكينهم؟ بيتولى منحهم الاقامه، هو وسيط بين الاخوان والسلطه هناك. بيسلم السلطه او الشرطه التركيه 15 اسم في الاسبوع. طيب هل حسيت وانت هناك انه الناس الاخوان اللي موجودين هناك موجودين ضيف عليه القيمه على تركيا؟ ولا مجرد ادوات تركيا بتستخدمها في معركتها مع مصر او معركتها في المنطقه؟ ادوات يعني ما مش ضيف على القيمه. يعني ضيف على القيمه بمعنى ايه؟ ما ده راجل هربان او سايب بلده. طب حط الصحافه على جنب وخلي دلوقتي علي سيد الروائي يقول لي المشهد بتاع الاخوان هناك عايش شايفهم ازاي، خصوصا بنتكلم عن شباب صغيرين سابوا بلادهم وانت بتقول هم فرحانين بالعيشه هناك. المشهد ده لو انت شايفه روائيا لو انت تكتبه هيتكتب ازاي؟ تبقى ملامحه ايه؟ اهم ملامحه ايه؟ هتقول ايه عنهم؟ هتقول ايه المصريين عنهم؟ الاخوان هناك كبارهم ما زالوا شايفين الاخوان ما فشلوش وتم افشالهم. تم افشالهم عمدا. يمكن الشباب شويه، شباب الاخوان شويه عندهم رؤيه الى حد ما، يعني شايفين الاخوان كان ليهم اخطاء. ما فشلوش بس ليهم اخطاء. وبيقارنوا ما بينهم وما بين تجربه اردوغان، وبيرجعوا لتجربه نجم الدين اربكان وحزب الرفاه، وان ازاي بعد ما حتى ما تم الانقلاب على نجم الدين اربكان في سنه 98 قدروا هناك الاحزاب الاسلاميه او التوجه الاسلامي يعيد تشكيل نفسه. انا بتكلم على الاخوان نفسهم، الاخوان المصريين الهربانين هناك حياتهم عامله ازاي؟ يعني الايام ماشيه بالنسبه لهم ازاي؟ مشاكلهم يعني ابرز المشاكل اللي بتواجههم هناك؟ ابرز المشاكل في اللغه. هم برضو الاتراك فيهم حته زي المصريين، حته مش كل المصريين طبعا. يعني كل الشعوب فيها شويه عنصريه كده، نعره تركي كده، عرق تركي. ولو يعني عرف ان انت غريب ممكن يعني ايه يدلس عليك في حاجه. مثلا تركب تاكسي ما انت جنب المشوار. تركيا مشهوره بالموضوع ده. فتعمل فيهم ده. طيب ابرز الاماكن اللي عايشين فيها الاخوان في اسطنبول شكلها ازاي؟ ملامحها عامله ازاي؟ هل هي اماكن راقيه؟ هل هي اماكن شعبيه؟ هل هي اماكن في وسط البلد على الاطراف؟ بيعيشوا في اماكن واحده يعني في عمارات واحده في شوارع واحده، ولا كل واحد بيختار مكان يعيش فيه مزاجه؟ هم بيكونوا جنب بعض في الغالب يعني. في منطقه مثلا منطقه شيرين ابلر فيها اخوان كتير، والمنطقه نفسها حتى الاتراك اللي عايشين فيها ليهم توجه، معظمهم ليهم توجه اسلامي. حتى شفت فيها وده قايله في فيتشر او قايله في تقرير صغير في الملف. كانت فعاليه الحزب الاسلامي هناك. بس الاحزاب الاسلاميه بتشتغل بتستوعب الناس صح. يعني في ده في تركيا. في تركيا. المكان اللي هم عايشين فيه شبه ايه منطقه عندنا في مصر كده؟ ممكن يكون شبه شويه الزيتون يعني. يعني الزيتون مصر الجديده طيب لو انت شايف ان السلطه التركيه بتشجع الاخوان وبتساعدهم وبتمدهم، الشارع بقى التركي نفسه بيتعامل ازاي مع وجود الاخوان على اراضيه ومع هذه القنوات المحرضه وكل هذه التفاصيل؟ الشارع التركي مش قابل مش بس الاخوان، مش قابل وجود العرب بس. ما يقدرش يقول ده ان هم عندهم برضو من الرقي، ان هم يعني انا سالت ده السؤال ده سالته مباشره لحد مثقف هناك، يعني نقدر نقول عليه من النخبه. فقال لي ما اقدرش اقول لك ان انا مش قابل الاخوان او السوريين، لكن في نفس الوقت ابقى كذاب لو قلت لك ان انا مرحب بيهم. فشايفين انهم مشكله برضه. طيب من واقع بقى معايشتك دي، وده سؤال الاخير، من واقع معايشتك وتحقيقك وزيارتك، شايف مستقبل الاخوان ازاي في تركيا؟ هل ممكن يبقى حاجه كده شبه اللي حصلت في قطر؟ هل بعد شويه ممكن نلاقي الاخوان مش عارفين يتاقلموا، ولا فعلا الناس دي تتعلم اللغه وتعيش هناك والحياه تبقى زي الفل وما يرجعوش مصر ومش فارقه معاهم مصر؟ الاخيره هيكملوا مكملين، مش فارق معاهم وضعهم. لا مكملين هناك، اما يرجعوا هم في الحكم واما مش هيرجعوا خالص. بالظبط.
استاذ علي سيد، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، وبشكرك جدا على مغامرتك لمراقبه الاخوان او رصد حال الاخوان واحوال الاخوان في الشوارع التركيه. وزي ما علي قال نفس الحكايه، هم راحوا من هنا على الناس اللي شبههم هناك، قعدوا في نفس مناطقهم، استقبلوا بنفس الناس اللي بينتموا لنفس الفكره بتاعتهم زي اردوغان، لكن الشارع التركي العادي حاسس لسه بالقلق، مش قادر يتقبل الفكره. والاهم في كل ده هو الاحساس اللي رصده الكاتب علي سيد فيما يخص رغبه شباب الاخوان في البقاء في تركيا وعدم العوده الى هذه الدوله الا وهم على راس الحكم. وده بياكد لنا المعنى الطبيعي اللي احنا عارفينه طول الوقت، انه الوطن بالنسبه لهؤلاء الناس مجرد شويه حبر على ورق ومجرد شويه كلام، ما ينفعش، ما انتش ضامن اصلا انه يبقى حبر على ورق معاهم. الوطن لا وجود له في ادبيات الاخوان. دي كانت حلقتنا النهارده في الصحافه اليوم، بكره ان شاء الله هيكون لنا حلقه جديده مع الصحافه الدوليه والعربيه والمصريه. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير.